الايفنت بقى اللي احنا بنتكلم عليه بقى لنا كام يوم هو الاعلان كمان مشوق جدا انه في حفله وفي اوبشن الماتشات. انتوا حتى الرجاله مش هتفلت من انتوا مغطيين كل حاجه. احنا ما بنحبش ننسى حد. وانا شايفه فيستا ايوه فيستا بالظبط. ايه بقى القصه؟ بص القصه انه احنا قررنا نعمل حفله تنفع لكل الناس. أوكي. ما تبقاش ريستريكتد على حد معين او فرد معين من افراد الاسره، تبقى للناس كلها. فاحنا عاملين الحفله فيها تقريبا 15 اكتيفيتي الولاد ممكن يعملوها والكبار. يعني ال 15 اكتيفيتي دول كل سيت اوف اكتيفيتيز كل شويه انشطه بتمثل تجربه من التجارب اللي عندنا. اوكي. عشان في الاخر احنا عايزين الناس تبقى عارفه انه السبع تجارب اللي عندنا هم ايه. غير الانشطه عندنا مسار اجباري هيبقوا موجودين معانا، وعندنا بابل جام كولكتيف ده هيبقى الدي جي اللي موجود طول اليوم. وعشان بقى الناس الرجاله اللي بيحبوا الكوره واللي هيجوا بقى يجيبوا يعني مراتاتهم ولا لازم تروحي. اللي كان ينفع نفلت فيه؟ لا مش هتفلت، ما تفلتش يعني. فاحنا عاملين سكرين كبيره اللي على الستيج دي هنذيع فيها الماتش النهائي اللي الناس كلها قاعده مستنياه. فزي ما قلت احنا مش ناسين حد. هتيجي يعني هتيجي. انتوا اكيد في تجهيزات رهيبه للحفله. رهيبه احنا ما بننامش، ما بتروحوش، ما بنروحش ما بناكلش. انا شايف الشباب يعني ما حدش قادر يفتح بقه خالص. انت شايفهم يعني هم عارفين. مازن وهايا وياسمين عايزه اقول لهم يعني ثانك يو سو ماتش، وعايزه اقول لهم احنا هنروح المكتب هنكمل شغل عادي ونازلين بكره وبعده عشان عندنا ايفنت. ف كيپ اب ذا جود ورك. اوكي اهو سامعينك. ايه من على بعد. عايزه كمان اقول ان احنا التيكتس بتاعه الايفنت موجوده على تيكتس مارشي. الناس تدخل وتشتري التيكتس من عندها. عندنا فئتين من التيكتس، فالناس تدخل وتشتري التيكتس لانها احنا التيكتس عماله تخلص بسرعه. الناس بتحب مسار اجباري فالدنيا والناس عايزه تستكشف برضو وتفهم اكتر عن تانزا. طبعا بالظبط. اوكي. والستات جابت جوازاتها مالكش حجه. الماتش موجود. ما فلتناش، ما عرفناش نفلت فيها خالص. اوكي.